أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 110 صحفي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. أعلن المكتب استشهاد الصحفي حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا، اللذين استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانوا يستقلونها خلال تغطيتهم الصحفية. كما استشهد الصحفي علي أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس. سيبوها.